وهلا صالح حنحكي عن موضوع بخص الاطفال. وقت نسمع عن مفهوم الفترات الحساسه للتعلم عند الطفل ممكن ناخذها نحن بالجانب السلبي، ولكن هي جانب ايجابي عند كل طفل. هذا الشيء بيأثر على شخصيته وعلى ثقته بنفسه وعلى تطوير مهاراته بالحياه. لنتعرف اكثر على الفترات الحساسه عند الطفل معنا الاخصائيه الاجتماعيه بيان عيدي. يسعد صباحك يا يا هلا بيان، يا هلا، واهلا وسهلا صباحكم فيكي. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك بيان. اليوم موضوعنا كمان حساس جدا ولازم نركز هيك شوي عليه ونقول نعرف مشاهدينا شو معنى الفترة الحساسة للتعلم عند الأطفال. هلا بداية نفس الكلمة اللي بديتوا فيها، إنه كلمة حساسة معظم الناس بياخذوها من الجانب السلبي، إنه بفكروا إنه الطفل بيكون كتير حساس مشاعريا فيها، بس نحن بعاد عن المشاعر تماما هون. حلو. احنا بنقصد الحساسية أو الفترة هي فترة من الوقت، حساسة بيكون الطفل شديد الاهتمام بموضوع أو بجانب معين بفترة معينة من زمن من حياته وعمره، بتلاقيه في عنده فطرة اتجاه انه هو يتعلم اي موضوع، سواء كان موضوع اجتماعي، سواء كان موضوع، ما بنقصد بالذات كلمة الفترات الحساسة للتعلم انه هو لازم يتعلم والله مثلا علوم او جغرافيا او هلم من هالامور، لا، نحن بنقصد بالفترات الحساسة للتعلم انه يتعلم مهارات حياة فيها. تمام. هي المهارات اللي هي رح تخليه، خلينا نقول يعني يتهيأ لانه هو يصير يعتمد على حاله بالمستقبل. طيب الام كيف حتعرف، كيف حتفرق انه هلا طفل عم بمر بفترات حساسة، انه هلا هذا الطفل لازم يتعلم مهارات، لازم تنمي له شخصيته، بأي عمر برأيك؟ سؤالك كثير حلو، الفكرة إنه ما بدها عمر، الفكرة إنه هي بدها تعتمد على موضوع المراقبة من الأمهات، ولهذا كثير من الأمهات اليوم ما عندهم وقت أو بالأحرى هن بعاد عنه. بدك تكوني أنت يعني يوميا تحددي لحالك ربع ساعة، نص ساعة، أنت قاعدة بس عم تراقبي تصرفات طفلك، شو الفكرة؟ الفكرة إنه قبل ما الطفل يبلش لغة أو يبلش حكي، هو بيكون عم يمارس أفعال وسلوكيات متكررة. اكتشاف. تمام، لأعطيكي مثال معين، الطفل بمرحلة معينة بتلاقيه هو لحاله بيروح على الحمام بده فرشاك اسنان، عم يأشر لك عليها. بعض الامهات تغفل عن هذا الموضوع او ما بتعطيها، تقول انه مثلا بعده صغير، قد معجون اسنان مثلا لسه بكير انه يفوتوا على تمه، لسه اسنانه يا دوب هلا عم تطلع، لا اعطي انا فرشاك اسنان. بينما انت لما انت فعلا من عمر صغير اعطيتيه، جبتي له مثلا معجون مناسب للاطفال، او لنفرض حتى بدون معجون اسنان انت مجرد اعطيتيه اياها، معناتها انت هون بلشتي تشبعي رغبه عند هالطفل هذا. بعد عمر معين، بعد 3 سنوات خلينا نقول، هذا الطفل كبر اكثر، صار بيقدر يحكي، ببلش الطفل يسالك اسئله معينه على موضوع معين. لما ببلش الطفل يكثر اسئله تجاه موضوع معين، اعرفي انه هون الطفل في عنده قابليه لتعلم هذا الموضوع، عشان هيك هو عم يكثر اسئله وعم يسالك تجاه هذا الموضوع. واجبنا هون انه نحن نجاوب الطفل قدر الامكان. وبعض الاهالي يعني بيقولوا لك انه العالي قلبي مثلا، هون بالعكس هو يعني خليني اقول لك بذروه التعلم، هون هو بقى بس بده بيئه تحتضنه وبيئه تعطيه الاجوبه اللي هو بده اياها. صحيح. بيان بيقولوا انه الطفل بيتعلم اكثر من الكبير، يمكن هون بنأكد نظريه الحساسه بالتعلم، انه الطفل بيلقط، بيكون هلا كنا عم نحكي مخه نظيف، يعني ما في شيء شاغله للطفل، ما عنده هالهموم تبع الحياه، هو شغلته بس ياكل، يفيق الصبح، يتعلم ويرجع على البيت. طبعا. فقديش ايضا الاهل لازم ينتبهوا انه هذا بهالمرحله هون عطيه كل شيء، يعني عطيه كل شيء. كثير من الاهالي بمرحله معينه بيخافوا، صح، بيقول لك انه عم بيأذي حاله مثلا، او مثلا يعني هي من الشغلات اللي كثير بتعرض، لانه اذا مثلا فات يكتشف شيء معين مثلا بالمطبخ، بخزن المطبخ، هي من الشغلات اللي يستحيل كل طفل الا يمرق فيها. هون تقول لك يعني يا اما هو رح يعمل فوضى بهالمكان، رح ينكت لي، رح يضايقني، يا اما انه شو هذا الشيء، يعني في بعض من الاهالي بياخذوها بموضوع الاستخفاف، انه شو هذا الشيء اللي رح يتعلمه لما هو بينكت خزانه المطبخ لنفرض مثلا. الطفل هون كثير يعني نحن بنغفل انه الطفل هون عم بيتعلم الوان، الطفل عم يتعلم حجوم، لما هو عم يقيم مثلا قطعه وعم يحطها بقلب قطعه وهي عم تقعد بقلب هي او هي ما عم تقعد، هو هون عم يميز وعم يقارن بين حجوم، هي تهيئه كلها للمستقبل، نحن لازم ما نغفل عنها، وبالعكس نحن لازم ندعمه ونهيئ له. بس قيم السكاكين والمقصات. اكيد اكيد. هلا يفترض اي ام يعني في عندها طفل بلش مرحله الحبي وبلش مرحله بقى المشي، الشغلات المؤذيه كالزجاج مثلا والسكاكين بحبها هو بحبها، بس نحن هلا في عندنا تمارين معينه نحن
مقدمه للاطفال في من خلال تقديم سكاكين، تقديم مقصات، بس هي بتكون خليني اقول لك تمام، يعني بتكون نوعا ما مهيئه بحيث انه هي ما تاذي الطفل، بحيث انه الطفل يشبع رغبته بالاكتشاف تجاه الادوات هي. خلينا نتعرف بيان على انواع الفترات الحساسه شو هي، وبدنا مثال بسيط ليصل لكل ام عم تتابعنا اليوم. تمام، هلا خلينا نبلش اول شيء بالفتره الحساسه للترتيب والنظام. كلياتنا سمعنا هيك بتطورات الفتره الاخيره انه مثلا لما بيولد طفل معين بيقولوا لك سمعيه الضوضاء البيضاء، سمعيه هيك شويه صوت مثل صوت الغساله او صوت السشوار، خليه مثلا ما بدنا اياه بلفه نظاميه، بدنا اياه هيك بس بحرام يدفيه يحتضنه نوعا ما. هاي الافكار منين ماخوذه؟ ماخوذه من انه الطفل كان برحم امه عايش بجو ترتيب معين، لما ولد على هالحياه بدك انت تحافظي له على نفس الترتيب وعلى نفس النظام اللي هو كان فيه، لبينما يبلش يتاقلم مع حياتنا الموجوده. حتى بعد ما الطفل يبلش بقى يكبر، بلشي انت مثلا بدك تطلعي انت وياه مشوار، هون انت بدك بلشي تهيئي الطفل، بدك بلشي تحكي معه، نحن هلا مثلا رايحين للمشوار الفلاني، انت هلا بدك تشوف مثلا هذا الشخص، هي الشغلات كلياتها بتكوني انت عم بتهيئي الطفل لانه هلا الروتين اللي بحياتك بده يتغير. كثير بتشوفي مثلا اطفال بيكونوا محمولين مع امهاتهم، بيجي شخص ثاني بياخذهم، بيقوموا فجأة بيبكوا لانه هذا الشخص هن بيجهلوه، اختلف الروتين او الترتيب او الوجوه اللي هن معتادين عليها. هذا بنقصد فيه نوعا ما بالفترة الحساسة للنظام والترتيب. ننتقل للفترة الحساسة بعد منها للحركة والمشي. حلو. ما في طفل الا سبحان الله بالفطرة، يعني هو بينتقل من انه هو هيك كائن فقط عم يستكشف وعم يطلع بعيونه ليبلش انه يحوص ويبلش انه يتحرك. هون مهمتك انت كمان تسقيمي العوائق من طريق هالطفل وتخليه يبلش يحوص ويبلش يمارس حركته. بذكر مرة موقف صار معي، كان عندي اطلاع منيح على فكرة الفترات الحساسة، وكنت بموقف انا ومعي بنتي الصغيرة، كنا مضطرين انه نحن بدنا ننطر دور معين عن طبيب. خلال هالنطرة الطويلة هي كان في درج، بنتي قررت انه هي بدها تطلع على هذا الدرج. انا طلعت انه صغيره بالعاده انه بحملها لما بدنا نطلع على هذا الدرج، تركتها خلص، نحن في عنا وقت طويل وانا متفرغت لها خلال هالوقت هذا، واحسن ما نقعد بعياده وكذا وتمل. تمام، طلعنا على هذا الدرج. صدقا عشرات المرات تكررت الطلعه والنزله وهي عم تطلع على مهله وتنزل على مهله تطلع، انا فقط عم راقب. انا من جواتي عم بقول انه هلا بنتي عم بتمر بفتره حساسه للحركه، هي عم تتعلم صعود الدرج وهبوطه، ومن هداك اليوم وهي خلص يعني ما عاد بدها تطلع على الدرج انه محموله او مين يمسكها من ايدها، خلص انا عرفت هون انه في عندها فتره حساسه واشبعت لها اياها، ما عاد ياكل يطلع لحالها استقلت. ننتقل بعد منها للفتره الحساسه للحواس. كل طفل كلياتنا بنعرف انه هو كيف بيتعلم بتفعيل حواسه بالبصر، بالسمع، باللمس. اعطيكم مثال بسيط مثلا يلي هو انا بيزعجني انه الاهالي من الخمس سنوات الاولى بيتركوا اطفالهم الحواس تبعها مع الاسف موجهه للالكترونيات، موجهه للشاشات، موجهه للموبايلات. الطفل بالخمس سنوات الاولى كثير بيكون قابل للتعلم بشده عاليه جدا، فعلي له الحواس بانه انت تجاوبيه على شيء معين، على كل الاسئله بانه انت تحضري له انشطه معين. مثال مثلا بتلاقي بعض الاطفال اول ما ببلشوا يحكوا بيقولوا لك، كل ما سمعوا صوت بيقولوا لك شو هذا الصوت؟ شو هذا الصوت؟ هون الطفل عم يبلش يميز بين الصوت الضعيف والصوت القوي، بين الصوت الجميل والصوت السيء. مهمتك هون انه انت كمان تعملي تمارين تكثفي هذا التعلم للطفل. ممكن تلاقيه عم يتلمس اشياء، عم يقارن مثلا بين ملمس ستانلس مثلا بارد، ممكن عم يقارن بين ملمس خشن، ممكن عم يبلش يقارن بين ملمس ناعم. كمان هون مهمتك انه انت تفعلي هذا كله، بيندرج تحت الفتره الحساسه للحواس. تمام. بعد بدنا ننتقل للفتره الحساسه للجانب الاجتماعي، ولهذا اكثر سؤال بيسالوني اياه كثير مهم الاهالي، بيقولوا لك انه انا ايمتى احط ابني بروضه مثلا؟ دائما الجواب بيكون لما بتشوفي ابنك رحتي لزياره معينه او لمكان معين، بلش ينزل من حضنك وبلش يروح يستكشف هذا المكان اللي هو موجود فيه، هو عم يرجع يطلطل عليكي انه انت ماما بعدك موجوده، لانه انت الركن الاساسي اللي بيستند عليه. نعم. بعد منا بيرد بيروح بكمل استكشافه وبيعمل علاقات. هون عرفي انه طفلك بلش ينمو عنده الجانب الاجتماعي، كثفي له اياه من خلال دخول الروضه، من خلال بناء علاقات اجتماعيه، من خلال صداقات، هذا كلياته بيندرج تحت الجانب الاجتماعي. الفترات الحساسه للجانب الاجتماعي، بيبقى عندنا الفترات الحساسه للاجسام الصغيره.
هذا الشيء اللي كتير كتير مهم بتلاقينا نحن كلياتنا الأطفال لما بتطلعي مشوار بتطلعي زيارة أدق التفاصيل يلي بالأرض بتقولي والله أنا مالي شايفة هاي القطعة شلون هو زحف زحف أو ركض ركض وراح جاب لك ياها انتبه لها. هذا بيكون طفل بلش فترة حساسة للأجسام الصغيرة، تركيه لأنه هون كمان هو هذا كله مرتبط ببعضه، هو عم ينمي حواس، هو عم ينمي اكتشاف عند هالطفل. يعني بيان ايضا قديش مهم الاهل شوي يكون لهم خلق، يعني في كثير امهات بنشوف يعني كمان معذورين ضغوط الحياه، ولكن لا لازم نخصص شوي لاولادنا انه والله مللني، بيسال كثير، بنق كثير، بده يعرف كل شيء، يعني حتى بيسال احيانا الطفل عن جد اسئله الام بتوقف ما بتعرف تجاوب عليها، قديش مهم انه شوي يكون هيك إلى خلق تعرف بطريقه ذكيه بلا ما تقول له ما دخلك، بلا ما تقول له ما بعرف جاوبه. هذا بيندرج كله تحت الوعي، الوعي التربوي، يعني عند الامهات. بعض الاطفال بمروا بفتره معينه بيسالوكي اسئله محرجه جدا، صدقا انت بتحسي حالك انه انا عاجزه عن اني انا جاوب عن هالسؤال هذا. يفترض نحن بهيك موقف ما نقول للطفل انه انا ما بعرف، بهيك مرحله انت يفترض تقولي للطفل مثلا خليني انا وياك ندور مثلا على هذا الجواب، حلو. خلينا نحن نبحث عنه مع بعض. لما انت بتعطي هذا الشيء للطفل، الطفل بضل عنده ثقه بالام، ما بيعود بيقول انه ماما ما بتعرف، ببلش يتململ هو يقول انه ايه يلا انا كمان مو ضروري اتعلم، او ببلش بعض الاطفال بيروحوا بيبحثوا عن ارضاء هذا الجانب من الاخرين، بيطلعوا كثير بيسالوا برا، وبالذات يعني موضوع التوعيه الجنسيه مثلا، موضوع التوعيه الدينيه، اذا بتلاحظوا هلا هي من الشغلات اللي كثير هلا ترند وكثير منتشره، كثير مهم انه نحن نركز عليها بقلب البيت لحتى الطفل ما يلجا للاخرين ويبلش يتعلم منهم، على الاخص بالسنوات الاولى. الطفل بعمر 5 سنين 6 سنين هون هو عم بلش يتعلم، هو حتى بعمر 3 سنوات بيقول لك هو مثلا عم بلش يكتشف جسده، عم يكتشف ذاته، اسمحي له علميه بس من خلال قصص، من خلال تمارين، من خلال انشطه معينه، من خلال توعيه معينه. كثير من الشغلات اليوم بنحب نركز عليها نعلمها للاطفال، انه مثلا خلي مسافه امان بينك وبين الشخص يلي هو موجود قدامك، هي كلها بالأجوبة المفروض الأم تكون محيطة وملمة فيها، صح. وتعطيها للطفل لحتى هو ما يبلش، لما الطفل ما بيلاقي شيء موجود أجوبة موجودة بقلب البيت هو حتما حتما رح يبحث عنها بالخارج، وهون بقى هي من الخطوط المخيفة صحيح بالتربية. بس كثير من الأمهات ما عم بيعرفوا كيف يتصرفوا مع أولادهم بالأخص الأولى، يعني هن بيخافوا مثلا يوعون على هذا الجانب، يتركون يتصرفوا انه بشكل انه طبيعي مع الاشخاص الاخرين او بمدرستهم او مع رفقاتهم اللي بنفس العمر، بس بهالوقت عم بيكون هذا الشيء كمان خطر. كيف هي بدها توعيه بالطريقه الصح؟ يعني شو هي بدها تحكي مع هذا الطفل الصغير؟ كيف بدها تفهمه بالطريقه الصح؟ هذا اول شيء. وكمان في شغله انت قلتيها، اتركوا طفلكم، بس في اشخاص مثلا بيروحوا زياره على بيت ثاني بتركوا طفلهم عن جد، يعني بتلاقي يعني الاشخاص اللي قاعدين عندهم بالبيت يعني مزعوجين منا ومن اولادها لانه هي تاركته على حديثها. كيف فيها تفرق انه تركي بالبيت بس عند يعني الاشخاص الاخرين ما تتركي؟ حلوه كثير هالفقره، الفكره انه نحن لما بنقول تركي مو معناتها انه انت عدي وريحي اعصابك وكملي زيارتك. اكيد لا، بالعكس نحن بنقصد عليه انه تركي الطفل حر، بس العين في مراقبه من بدايه الكلمه، بدايه الجلسه حكينا انه في مراقبه، عيونك عليه، الطفل ممكن معرض انه هو ياذي حاله، على الاخص اذا هو كان ببيئه غير البيئه اللي انت معتاده عليها، لنفرض انت ببيتك مهيئتي له الجو المناسب انه مثلا ما في بلور، ما في شيء ياذي حاله فيه، بس عند الاخرين انت ما بتعرفي شو موجود، لذلك انت تركيه يروح، تركيه يكون علاقات، بس خلي عينك عليه حتى نحن ما نكون صدام او الناس اللي نحن مثلا رايحين مشوار لعندهم نكون تقال بهالزياره عندهم. ما بدنا اياهم لهلولو. يعني عن جد ايضا يمكن هيك الطفل دائما له وضع خاص، وعن جد هو من براءته ممكن نضحك نحن من كثر ما له بريء، وحتى هو وقت يتصرف او حتى يأذي ما بيكون بقصده اكيد عن جد، وبيزعل على فكره. كثير من الاطفال بشوفهم بفوتوا على بيوت بكسروا
وبيزعلوا يعني كسروا زعل يعني عالم الأطفال هو سبحان الله عالم بريء جدا، يعني يفترض انه نحن نكون فهمانين ومدركين شو التصرفات. يعني اكيد هو ما قصده انه مثلا انا رايح هلا بدي اوقع هذا البلور انه انا حتما بدي اروح اذيه، هو بيكون في عنده اكتشاف معين او في عنده شيء، احيانا ممكن يكون خدش معين بقلب هذا البلور، هو بس عم يقرب عم يشوفه بيقول ممكن حرام. ممكن ينكسر، ممكن يعني نحن المهم نقول انه ما يتاذى الطفل هذا الشيء، بس هو حتما كل شيء عم يعمله هو عم يكتشف شيء معين من خلاله. تمام. في كثير من الاطفال بيكونوا مشاغبين، يعني بنفس الوقت اهلهم مبسوطين عليهم انه هن مثلا بالدراسه ما كثير شاطرين، بس بيقولوا والله ابني ذكي، والله بيفهم يعني بكثير شغلات، وهي بتكون الام طايره عقلها مع انه هو مثلا بيكون مقصر بالدراسه. تمام. طيب كيف فينا نوفق ذكائه يعني يكون ذكي دراسيا وبالاضافه ذكي بالامور الثانيه بالحياه؟ تمام. هذا كمان من الشغلات اللي فعلا كمان تندرج تحت اطار الفترات الحساسه. الفكره انه هو بيكون عنده ذكاء بجانب معين، يعني ذكاء اجتماعي قد يكون ذكاء روحي، قد يكون ذكاء رياضي مثلا. هون الفكرة انه انت كأم اليوم بدك اول شيء تدعميه بالجوانب اللي عنده نقص بالذكاء فيها، بدك تدعميه بحيث انه انت تكثفي مثلا معه دراسة بالمواد التعليمية اللي هو مقصر فيها، بس بحيث كمان ما يأثر وما يمل. وبجانب تاني انت بدك تأرضي او بدك تشبعي فضوله وميوله بجوانب الذكاء الثاني. يعني مثلا اذا كان عنده ذكاء رياضي كثير حلو نحن نفعل هذا الشيء بانه نحن نوظف له اياه بالسباحه، نوظف له اياه مثلا بركوب الخيل، بلعب كره السله، لعب التنس، الشغلات اللي هو بميله مثلا. الذكاء الموسيقي قد يكون عند بعض الاطفال، كثير هي من الشغلات اللي نحن لازم ننتبه لها. صحيح. كمان فيك انت توظفي له اياها بهذا الجانب. الحياة العلم بالحياة كتير مهم، بس كمان الفنون الإبداعية اليوم كتير مهمة. يعني بعض الأمهات لما بتشوف ابنها عم يرسم كتير قد تنزعج وتتضايق، شو تقول يعني إنه أنا ابني مثلا بده يطلع رسام؟ قد يطلع ابنك مهندس عمارة بالنهاية. تماما. هذا الولد اللي عم يرسم هذا الشيء. مبارح تحديدا مبارح كان في معرض أطفال، فشفت الأطفال، هو معرض شغف أكيد الكل سمع فيه، فكانوا الأطفال عارضين رسمات، فما يقولوا أنا بدي صير رسام، حيقولوا أنا بدي صير فنان، وهو الفن هو شامل لكل شيء. تمام. عشان هيك الأهل ينتبهوا لهالنقطة، مو ضروري رسام، ممكن نحات. تمام. ممكن فنان تشكيلي. تمام. عن جد مبارح لفتتني هالقصة. اليوم نحن ما عدنا بمجال ضيق، نحن اليوم صرنا بمجال كتير واسع، ويفترض نوسع الأفق تبع شوي. انه الطفل لما بيكون في عنده ميول معينه سواء رياضيه سواء بالرسم، هذا المستحضر لي حاليا اني اقوله خلينا نركز عليها وخلينا ندعمه فيها، لانه هو مجرد ما انت قلتي هالكلمه قدام الطفل انه معقول انت بس تكبر هيك بدك تصير، انت ما بتعرفي هذا الطفل اللي انت عم تقولي له هالكلمه فعلا شو مستقبله ممكن يكون. وما نتدخل بمستقبله، نتركه. صحيح. هو يقرر مستقبله. كل اهالي انا بدي اياك دكتور، انا بدي اياك مهندس، انا بدي اياك. تمام. انا بدي اياك تطلع شخص منيح، شخص تقدر تبدع، يكون لك بصمه باي شيء بهذا الحياه. اكيد. شكرا لك بيان، شكرا لوجودك معنا، وشوفك بحلقه قادمه. خليلي اياكم، كنت سعيده فيكم. نحن كمان بيان، وخاصه بهالمعلومات وهالتفاصيل المهمه اللي احيانا بيفكروها هي قليلة، لا هي مانا قليلة، هي جدا مهمة. بدنا نشكرك بيان، وإن شاء الله بيكون لنا وقفات تانية. أكيد.